بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس الشرح رواية بوش من طريق الشاطبية. وقفنا عند قوله الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. التذكرة راء مفتوحة قبلها كسر، طرقق الراء كأنهم حمر مستنفرة، قرأ نافع مستنفرة بفتح الفاء. فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل امرئ نبتدئ بكسر أمزة امرئ منهم فقط اختبارا، منهم أن صلت من الجمع ومن قبل مد منفصل. أيوتا إبدال الهمزة واو خالصة. كلا بل لا يخافون الآخرة، طبعا الآخرة بدل مغير بالنقل في الأوجه ثلاثة، وفيها راء مفتوحة قبلها كسر طرقق الراء. كلا إنه تذكرة، كلا إنه مد منفصل في الإشباع، تذكرة راء مفتوحة قبلها كسر طرقق الراء. فمن شاء ذكره، شاء مد متصل في الإشباع. وما تذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قرأ نافع: وما تذكرون بالتاء بدل الياء. إلا أن مد منفصل في الإشباع، يشاء مد متصل في الإشباع، التقوى من ذوات الياء في الفتحة في الوجهان الفتح والتقليل، المغفرة راء مفتوحة قبلها كسر طرقق الراء. بهذا نكون أنهينا سورة المدثر، السورة المولية سورة القيامة، ولنا بين السورتين الأوجه الثلاثة: السكت والوصل والبسملة. فوجه السكت هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لا أقسم بيوم القيامة. ونعطف على السكت بالتقليل في التقوى. ثم نعطف بوجه البسملة: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة. طبعا نعطف بوجه التقليل على البسملة. الوجه الآخر هو السكت، هو الوصل، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لا أقسم بيوم القيامة. و نعطف كذلك على الوصل، وجه التقليل بين في التقوى. سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم هذا مد منفصل في الإشباع، ولا أقسم بالنفس اللوامة كذلك مد منفصل في الإشباع. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب، قرأنا في بكسر السين الإنسان، نقل حركة همزة الساكنة قبلها ألن، طبعا جاءت موصولة فلا يقف أحد. أيحسب الإنسان أن، ثم يبدأ لن نجمع عظامه، فهنا جاءت موصولة ألن. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى من ذوات الله في الفتح والتقليل، على أن مد منفصل في الإشباع. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، الإنسان نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها. يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر، قرأ نافع بفتح الراء من برق. وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الإنسان نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها. يومئذ أين، نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الإنسان نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها. طبعا ينبأ ورسمت الهمزة على الواو. بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان النقل بصيرة راء مفتوحة قبلها يا ساكنة طرقق الراء. ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى نقل حركة الهمزة الساكنة قبلها، ألقى من ذوات الله في الفتح والتقليل وجهان، معاذيره راء مفتوحة قبلها يا ساكنة طرقق الراء. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ففي الوصل نقرأ بالمد المنفصل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا ما فتح الله لنا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.